Deportivo, Alves, Real Sociedad, xindek ibex l-dawr l-Ispani għad-darraġa l-ula l-ġewla 29, weekend mubara muthira ġidden minn Real Sociedad. Huwa li l-għab l-kura, huwa li qaddem mubara kabira. Lekin, xamt awel u nqulu Real Sociedad, zija ahdeb kathira, u xindek ibex laqta wahida, u xindek l-sinarz l-ledhi sġġal l-hadab d-daqiqa 56, في الشوط الثاني لديبورتيفو ألفيس بعد ذلك شنا نرفزا من جانب ريال سوسيداد وشنا كيفاش جوسيب اللي خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 81 شنا توماس بينيا اللي خرج كذلك في الدقيقة 87 من جانب ديبورتيفو ألفيس شاهدنا كيفاش أسبير المدرب تاع ديبورتيفو ألفيس اللي لعب بخمسة ربعة واحد في الخطة تاعو شاهدنا كيفاش إيمانويل المدرب تاع ريال سوسيداد اللي لعب خطة 4-2-3-1 4-3-3 يعني نوع في الخطة بعد ما كان منهزم شلنا كيفاش أندريا الحارس تاع ديبورتيفو ألفيس وهو راجل المباراة وين أنقذ المرمى تاعو شلنا فيكتور شلنا سيندرو شلنا روبن شلنا فيكتور توماس يعني شلنا كيفاش لويس شلنا خوسي لوكاس مارتين فيسا شلنا إدغار يعني نقولوا باللي التبديلات اللي دارهم زوج تبديلات كانوا في محلهم وين عرف كيفاش شنا كيفاش المدرب ريال سوسيداد وين كريستيان شنا الاسكندر شنا كيفاش ويليام اللي خرج في الدقيقه 64 شنا مايكل شنا عدنان مارتين شنا يعني يوهان ديغو ارتيز جوسيب يعني اللي خرج بالبطاقه الحمراء شاهدنا كيفاش كانت سيطره كبيره سيطره كبيره 66 في الشوط الثاني في الشوط الاول 70% نسبه استحواذ ريال سوسيداد الشوط الثاني 66 مقابل 34 فقط بالنسبه استحواذ ديبورتيفو ألفيس شلنا 111 تمريره وين شاهدنا كذلك هدف صحاب الدقيقه 56 عن طريق اللاعب سينارز وشاهدنا هدف في الدقيقه 95 رغم ان ريال سوسيداد وين رمى بكل ثقله من اجل تعديل النتيجه لكن ديبورتيفو ألفيس لعب بذكاء كبير لعب في الدفاع لعب بالهجمات المعاكسه عرف كيفاش يمتص حراره لاعبين تاع ريال سوسيداد وشاهدنا كيفاش انتهت المباراه انتهت بهدفين هدفين لديبورتيفو ألفيس ريال سوسيداد 0 في الدور الاسباني الدرجه الاولى الجوله 29 من في هذه الجوله هذه صحيح بالجمهور غياب كاين بزاف فيها صوالح فيها بزاف صوالح حسينا كيفاش الشوط الاول كيفاش انتهى الشوط الثاني نقولوا باللي قضيه وين النكهه كي تشوف النكهه تاع اللعب هي في الجمهور في حضور الجمهور في حضور ذاك الحماس تاع الجمهور كاين بزاف امور تلعب انديه ماذا بهم كاين الجمهور من الناحية المادية من الناحية المعنوية أمام مهاجمين تاع نقولوا أمام مهاجم أمام فرق وين دائما وين الجمهور يدفع بالنادي تاعو للأمام شناهم كيفاش دائما وين يدفعوا للأمام يلعبوا للأمام يلعبوا من الدفعة من أجل الانتصار من أجل الفوز شنا كيفاش حماس تاع مدربين شنا كيفاش حماس في المستطيل الأخضر لكن تبقى ديك النكهة تاع الجمهور هي الأحسن هذه هي صحيتو